السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات هاد القناة سميتها القراقة، كتعطي واحد القصة نتوما كتتفهموها بعقلكم باش توصلكم لواحد واحد الخلاصة اللي ممكن نحاربوا بها بزاف ديال القنوات اللي هما كيطلعوا كيشوهوا اليوتيوب المغربي وكيحطونا في واحد الإحراج مع بعض الدول، خصوصا العربية اللي كتتكلم باللهجة العربية واللي كتحاول تحب اللهجة المغربية وكتفهم هذا الكلام من هذا اللي كيخرج شوية ماسخ في قلة الحياء وقلة الاحترام وقلة الأدب، وبعض المرات كتوصل حتى الحدود ان ما نحترموش الناس اللي كبر منا. انا غنحكي لكم هذه الحكايه، وكنتمنى كل واحد سمع هذه الحكايه يطلع عندي ويفسر لي هو على شكون حنايا تكلمنا في هاد الحصه هذه. كان زمان كيتبع واحد المبيد ديال الحشرات اسمه بايغو، كاين بزاف ديال الاسماء لكن حنا غنختار منه البايغو مش للاشهار. بعد واحد المده دخل واحد اخر سميتو مبيد السبع اللي كان كيتباع مثل كونتربوند، هو طويل وفيه علامه سبع، كان فتاك. ومن بعد رجعوا بزاف ديال الاسماء للمبيد اللي خرجات، ولكن الصدمه اللي كاينه انه ما كانش فتاك. كنتي كتسي وما زلتي كترش هذاك المبيد على اي حشره من الحشرات ولكن ما كيقتلهاش. واللي خلى الحشرات تكاثرت وخصوصا في عصر اليوتيوب ومنهم الناموس، وبالذات الناموس اللي فيه ناموسه خرجات وما بغاتش تسكت وزنزنات بزاف على راس حماتها وعلى راجلها وفرقات ما بينها وبين ولادها والزوج ديالها، وحتى دخلات في المشاكل ديال اختها بالطمع، وزادت كملت ضربت في اعراضها، وزادت دخلت اختها حتى عمتها بالمشكل ديال الضرب فيها. المهم دخلت هاد الناموسة على اواخر العمل ديالها من اختها لعمتها، هذه عمتها اللي زعما هي اخت الاب ديالها، عمتها اللي هي لازم تكليها كل الادب والاحترام، عمتها اللي هي زعما الاخت ديال الاب ديالها اللي ممكن تحترمها وتقدرها على ود باها وعلى ود الام ديالها، لان هي لوستها ان لوستها اللي ربات بنت خوها اللي ممكن انها تعطيها واحد المثال وواحد الصورة ان بنت خوها كتحترمها مهما يكون. شنو قال لك الناموسة؟ انها فيها كتقول انها في حالها غير كتدوز وكتحط وكتقرص بلا ما تخليك تحس، وراك لالا القراقب ديال الضرب في الاعراض. وشنو قال لك الناموسة؟ كتقول انا في حالي ما كنضربش في الاعراض. لا انت يا اختي ما كتضربيش في الاعراض، انت كتعضي. واش من عضان هذا العضان اللي فيه السنان والنيام، مع ان الناموسه كتحط غير الشوكه ديالها. المهم هذا الفيديو ان شاء الله يكون شرح بعض المغالطات اللي كدوز في اليوتيوب، يمكن في واحد شويه ديال الاضطراب، لكن هذه كبدايه وغادي نبداو بالناموسه وحنا غادي ان شاء الله حتى نوصلوا عند السبع. السلام عليكم، تقوا يا اهل اليوتيوب، الله في انفسكم، المال ما غاديش يحميكم من الدخول.